عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. اكبر تحيه لمواليد برج العذراء، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جايه لكم بطاقه ايجابيه، والطاقه الايجابيه دي هتتوزع عليكم الفتره اللي جايه. تاريخ الفيديو بتاعنا ايه يا برج العذراء؟ تاريخ الفيديو 11 مايو، النهارده الاربع. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. نشوف مع بعض ايه اخبارنا وايه طاقتنا وايه توقعاتنا وايه اللي عندنا في حياتنا الفتره دي. ان شاء الله باذن الله كل اللي يكون عندنا يكون كله خير وتفاؤل وفرحه وهنا فقط لا غير. مش عايزين نتكلم على اي سلبيات، بس طبعا علشان المصداقيه اللي هيبان او اللي هنشوفه هنتكلم عليه على طول. بس اهم حاجه يا برج العذراء تنزل تبلغني بكل اللي بيحصل معاك الفتره دي، او ايه اللي انطبق عليك من قراءتنا، وتنبيه هام، القراءه ليها جزء معين ليك، يعني مش كل اللي بيتفرج عليها القراءه كلها تنطبق عليه، انتوا خدوا الجزء اللي يخصكم. يلا نقول بسم الله ونشوف مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برج العذراء حرفيا الفتره دي في شد وجذر مع الشريك، ولو مفيش شد وجذر فانت زعلان من الشريك قوي. الشريك حطتكم في خانه، او حطتكم في حاجه انتوا زعلانين قوي ان انتوا متوقعتوش الغدر والخيانه والصدمه الكبيره تجيلكم من اقرب ما ليكم. حاليا مفيش حد واقف جنبكم، حاليا انتوا اللي شغالين وبتسعوا وبتعملوا كل حاجه من اجل ربنا فقط لا غير. انتوا ما عندكمش احباب ولا قرايب، اقرب ما ليكم كانوا دايما بيحطوكم في مشاكل، وعشان كده انتوا قررتوا تبعدوا عن ناس كتيره جدا. الشبكه اللي عندكم دي او التوتر اللي عندكم ده فتره وهيعدي. حرفيا انتوا كافلين على نفسكم ببان، حتى شغلكم مالكمش نفس فيه، مالكمش نفس ليه. في حاجات كتيره جدا واقفه عندكم، زي مثلا الهدف بتاعكم ما بقيتوش تفكروا، مش عارفين تبداوا ازاي. بس الفتره دي باذن الله هيكون عندكم سفر، في طريق سفر مفتوح قدامكم. طريق السفر ده هيكون بشرة مختلفة خالص، علشان هيكون فيها أمور جديدة. بس انتوا بتفكروا كتير في الماديات، 24 ساعة تفكير. ليه تفكير في الماديات؟ قلتوا احنا ملقناش حظنا في العاطفة، واختياراتنا دايما بتكون غلط، فحاليا احنا عايزين نشتغل على نفسنا علشان نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. طيب انتوا اي نعم اليومين دول برضو في شوية ضغوط عليكم، بس في طاقة ايجابية بإذن الله. عندكم صلح مع حد من بعد خلاف كبير، او من بعد مشكلة استمرت فترة. في اشخاص حواليكم عاملين زي التعبان او زي العقارب بالظبط، الاشخاص دول من اقرب ما ليكم. انتوا عندكم اربع اشخاص، الاربع الاشخاص دول انتوا مرتبطين بيهم، او يعني مش ارتباط علاقه عاطفيه، لا يعني في علاقه بينكم اخويه صداقه، انتوا عارفينهم. اربع اشخاص، الاربع الاشخاص دول دايما عيونهم على مالكم، دايما عيونهم على اللي داخل واللي طالع في حياتكم، او بمعنى اصح كل حاجة هم مراقبينها. فانتوا تخلوا بالكم الفترة دي، اللي لسه مرتبطش هيكون فيه ارتباط قوي وهيكون جميل جدا، وهيديه طاقة ايجابية الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان القلب عندكم هيكون فيه امور جديدة، او هيبقى فيه تغيرات حلوة على مجال حياتكم الفترة دي. كمان البعض منكم ممكن يكون شغال علشان عايز بقدر المستطاع يبني بيته، تبني بيتك، تغيري سكنك، تغيري مكانك، الله اعلم. فانتوا عندكم تغيير جديد، والتغيير الجديد ده هيكون وراه راحة بال. ليه؟ عشان انتوا عندكم استقرار. شوفوا انتوا بتدوروا على استقرار ايه، عاطفي يبقى عندكم استقرار عاطفي، مادي يبقى انتوا عندكم استقرار مادي، الله اعلم. بس انتوا محتاجين شوية دعم لنفسكم، قربوا من ربنا شوية، او ادعموا نفسكم شوية، حبوا نفسكم شوية، فضلوا نفسكم عن اي حد، ما تفضلوش حد على نفسكم، بدأوا غيروا. فالنجاح الفترة دي مريح جدا ليكم، وعندكم أرباح حلوة بقالها مدة عاطلة. ممكن يكون ليكم فلوس عند حد، فالحد ده هيرد لكم الفلوس، أو أنتوا هتكلموه في التليفون، الله أعلم. بس في شخصية مهمة جدا هيكون في لقاء بينكم، بس خلوا بالكم أنتوا الفترة دي بتعانوا من حسد شديد. الحسد الشديد ده جاي لكم من أقارب المقربين ليكم. طيب إيه الحسد الشديد؟ أو نعرف إزاي عندكم أمور فيها تراجع، عندكم
شوية ضغوط، شوية عراكيل، مفيش حاجة بتكمل عندكم، ودايما الاكتمال عندكم بيجيلكم بضغوط نفسية على حياتكم. الشخصية المهمة اللي انتوا هتقابلوها الفترة دي هتكون طاقة تانية، وهتكون حاجة مختلفة، وبقدر المستطاع هيكون في قعدة قعدة جميلة، انبساط حلو، لقاء حلو، والله أعلم. بس انتوا عندكم تغطية لبعض المشاكل، هترموا ورا ظهركم حاجات كتيرة جدا، مش عايزة حد يحسدكم، وعشان كده لازم تكونوا ماشيين في الصراط المستقيم زي ما انتوا حاليا ماشيين. انتوا ما بتعرفوش تأذوا حد، بس الأذى بيترمي عليكم رمي، وزي ما قلت ان العين القوية اللي حاسداكم دي فترة، وبإذن الله ربنا هينصركم على من عداكم. ليه؟ علشان طيبة قلبكم، وان انتوا دايما بتتعاملوا بحب وحنية، او بمعنى صح دايما بتتعاملوا بعفوية مع الآخرين، ودايما اقول ان ده في حد ذاته غلط. الفترة دي من غير اي كلام ومن غير اي حاجة انتوا بتقوموا بكل الوجبات بتاعتكم. طيب يعني ايه؟ يعني انتوا ما بتخلوش حد يجي او تستنوا من حد ان هو يقول لكم انتوا قصرتوا، لا، انتوا الحاجة اللي بتقصروا فيها من نفسكم بتبدأوا تجددوها، بتبدأوا تشوفوا ايه اللي عليكم وايه اللي ناقصكم، ايه اللي في حياتكم تكملوه، يعني ما بتحبوش حد يجي يعلق عليكم. بس الفترة دي فترة حساسة جدا عليكم، حساسين جدا، بتاخدوا على اي حاجة، ما بتزعلوا قوي على نفسكم، في حاجات بدأت الامور عندكم تكون بحساسية، او الوضع عندكم انتوا واخدينه بحساسية شوية. في كمان عدو، والعدو ده مقرب ليكم، العدو ده يعني تحسوا كده ان هو بوشين، مش شخص زي ما انتوا فاكرين، خدوا بالكم منه دايما، خدوا حذركم من الناس اللي عاملة في وشكم ان هي بتحبكم. كمان انتوا الفترة دي يعني هتبذلوا مجهود لتوصلوا للحلم بتاعكم، الحلم بتاعكم مفتوح، وتحقيق حلمكم قدام عينيكم، هيكون عندكم سند في الحياة، والسند ده هيكون ربنا، فانتوا ما تتوقعوش اي حد، يعني ما تتوقعوش حاجة من حد. البعض ممكن يكون عنده سفر للخارج، عنده مكان جديد هيجدده، عنده طاقة تانية، أمور مختلفة عن الفترة دي. كمان في بشرة بخصوص مال، البشرة دي انتم مستنيينها من بدري، أو بتسعوا عليها، بتناموا وتصحوا وتفكروا فيها. هنا في صفقة، الصفقة دي هتكون صفقة ربح، بس انتم عندكم شوية كسل وشوية أمور مش عارفين تاخدوا فيها الخطوة الصح. عايزاكم تاخدوا بالكم من نفسكم الفترة دي، تاكلوا كويس، تهتموا بصحتكم، ودايما تمشوا بقاعدة انه مفيش حد هينفعكم، السنارة لفة حواليكم، وده بيدل ان انتوا مخنوقين، بيدل ان انتوا حيرانين شوية الايام دي، او خايفين من بعض الامور. كمان في صديق محتاج منكم مساعدة، مش لازم يكون مساعدة مادية، ممكن يكون مساعدة معنوية، اقفوا جنبه ساعدوه، انتوا اصلا ما بتسيبوش اي حد لوحده، دايما بتقفوا معاه. بس قولولي ايه علاقتكم بالابراج النارية اللي دايما عاملة لكم مشاكل؟ في حد بينكم وبينه علاقة من الابراج النارية؟ محطوط دايما، محطوط عليكم، ودايما بيخونوا فيكم، ودايما بيغدروا بيكم، وعشان كده انتوا الفترة دي بدأتوا تبعدوا عن اي حد تفكروا في يوم من الايام ان هو يغدر بيكم، صح؟ عندكم مين من علاقات الابراج النارية؟ طيب اللي ما يعرفش الابراج النارية هم ايه؟ هي الحمل، هي الاسد، هي القوس، دول حد منهم في علاقة بينكم من الاشخاص دول. كمان عايز اقول لكم ان انتوا هتوصلوا بسبب مساعدة من أم أو حد بيحبكم، وانتوا عارفين ان هو بيحبكم، هتقتربوا قوي من الحلم بتاعكم، وهتشوفوا الهدف بتاعكم، والباب اللي مقفول بقاله مدة بإذن الله هيكون فيه تغيرات جذرية، في عودة حبيب عندكم. رقم 3 ده بيميز لكم أخبار، أو بيميز لكم حاجة جديدة. عندكم كمان رقم 9، رقم 9 ده بالنسبة لكم برضو مميز جدا، عملتوا فيه حاجة قبل كده، او فيه انجاز ليكم، وانتم مبسوطين جدا بيه، فانتم ما تقلقوش خالص. ليه؟ علشان انتم عندكم نجاح، بس اصبروا شوية، انتم طول عمركم صابرين، صبرتوا على حاجات كتيرة جدا محدش يصبر عليها، ومهما تعملوا محدش بيتمر فيه حاجة، فعشان كده دايما اقول خدوا بالكم من نفسكم. والفترة دي عندكم استقرار في تغيير مرحلة جديدة، هيبقى في اجتماع، والاجتماع ده هتشدوا فيه شوية، والشد ده هيكون بسبب واحدة ست قالت عليكم كلام، وبعد كده الامور هتتحسن، وهتاخدوا حقكم تالت ومتالت. انتوا الفترة دي كمان في حرص
تاما على المعامله بينكم وما بين الناس، حطيتوا حد او حطيتوا سد الله اعلم، او بداتوا تتعاملوا بشخصيه مختلفه، بداوا يسالوكم في ايه، ايه التغيرات دي. كمان انتوا هنا حرفيا حرفيا خلال الفتره اللي جايه هيكون في رزق مادي، هتمسكوه وهتشتروا حاجه جديده او هتظبطوا بعض الامور اللي عندكم. كمان انتوا بتفكروا تهادوا حد هديه، وفي نفس الوقت اللي انتوا بتفكروا تهادوا حد هديه في شخص غريب باله مشغول بكم وعايز فعلا هو كمان يهديكم هديه. الحد ده بيحبكم قوي بس خايف يقرب منكم علشان عارف انه في طرف تاني في حياتكم او في علاقه تانيه، فلازم تاخدوا حراسكم ولازم تصفوا حساباتكم مع اي حد اذيكم او مع اي حد في حياتكم. انتوا كمان عايزين تمشوا في طريق سفر، طريق السفر ده هيكون مفتوح قدامكم، بس بلاش التوتر وحاولوا تحسموا بعض الامور وبعض القرارات اللي عندكم، عشان شايفه في ذبذبه او في توتر على القرارات اللي انتوا مش عارفين تاخدوها حاليا، فلازم تاخدوا القرارات دي بالراحه. طيب مين اللي عنده وجع في المعده وما بيخفش ابدا، او دايما الوجع اللي في المعده بيزيد ضغوط نفسيه البعض منكم حاليا، معدته وجعاه حاليا، بيشكي من وجع في المعدة ولحد الآن مش عارف تفسير، عنده فحوصات أو داخل على فحوصات أو هيبقى فيه شوية أمور، وبإذن الله هتكون المشكلة اللي عنده بسيطة، أو البعض منكم ممكن يكون عنده قولون عصبي، وعصبية دايما أو مع العصبية دايما القولون فيه انتفاخ، فيه غازات، فيه بعض المشاكل، بس بإذن الله الأمور بتاعتكم هتهدى وهتبدأوا تصفوا حساباتكم الفترة دي حرفيا. في امور عندكم مقلوبة، الامور المقلوبة دي انتم مش عارفين تفكروا فيها صح، فلازم تاخدوا خطوة اتجاهها بطريقة صحيحة. يعني ايه؟ يعني لو انتم مش عارفين تاخدوا خطوة لقدام يبقى تهدوا وتقفوا مكانكم لحد ما تفكروا بطريقة ايجابية. انتوا هتقعدوا مع حد قاعدة وهيرفع صوته او هيحاول ان هو يبين ان هو اقوى منكم، بس انتوا هتفضلوا ساكتين وهتسمعوه للاخر. طيب حرف الميم ده كان في يوم من الايام خارب بيتكم، كان في يوم من الايام بيدعي ان هو بيحبكم بس اكتشف ان هو شخص شخص يعني مش كويس خالص، شخص كذاب منافق، بيحب ان هو يجي كده يعني شخص بمعنى اصح خبيث جدا. حرف الميم ده كان سبب رئيسي في الاذى بتاعكم، عايز يطلب منكم فرصة، او بمعنى اصح عايزاكم تخلوا بالكم انه هيجي لكم تاني وهيبقى عايز ان هو يقرب منكم، بس انتوا هتقفلوا في وشه الباب. في طاقه انجاب عندكم، في مولود جديد زي القمر باذن الله انتوا مستنيينه. انتوا ممكن تكونوا عملتوا حاجه غلط والحاجه الغلط دي كانت من التاخير في الانجاب عندكم، بس باذن الله في تيسير امور، بس حاولوا تطلعوا من الضغوط الفتره دي، عندكم فرصه لازم تستغلوها، لازم تبعدوا عن اي ضغوط. المنفصلين تعبانين جدا، المنفصلين حيرانين وخايفين من العلاقات العاطفية، كان عندهم سحر بيتجدد لهم او مازال السحر بيتجدد في العلاقات العاطفية، علشان كده اغلبكم 99% عنده مشاكل. لو ما هو ما فيش انفصال فهو دايما في مشاكل وضغوط ومش عارف يعمل ايه، بس ابشركم ان انتوا هيكون في لم شمل، بس لما الطرف التالت اللي عند العلاقة يبعد، في حد دايما حاططكم في دماغه ومش عايزكم تكونوا انك رغم ان انتوا بتدعوا دايما ان انتوا تفعلوا له اي حاجه هو محتاجها، بس هو بقى بيدعي العكس، بيدعي ان هو بيحبكم وهو مش بيحبكم. طيب هو مش بيحبكم ليه؟ انتوا لحد الان مش عارفين تفسروا ليه هو مش بيحبكم، فانتوا ما تفضلوش بقى طول عمركم تضيعوا وقت وتبقوا عايزين تعرفوا انتوا عملتوا له ايه، لا ارموا ورا ظهركم وابعدوا. وطول ما انتوا بتبعدوا عن الناس دي صدقوني هترتاحوا. ليه؟ علشان الناس دي مش هيجي لكم غير من وراها وجع القلب. طيب اقول لكم ايه تاني؟ اقول لكم ان انتوا هنا عندكم سر، والسر ده مش عايزاكم تتكلموا عنه ولا تبوح عنه، ودايما اتقوا شر الناس اللي حواليكم. طيب برضو الفترة دي بالكم مشغول، بتفكروا كتير، محتاجين شوية راحة، حبوا نفسكم شوية علشان تدوا نفسكم الراحة. ساعات النوم بتاعتكم مش كفاية، بصوا لتحت، بصوا لنفسكم في المراية هتلاقوا عينيكم بدأت تزرق، هتلاقوا حبوب في البشرة، ضغوط نفسية في جسمكم، مش عارفين تاخدوا أي راحة. ده ليه؟ ده عشان في عين عاوزة تأذيكم بأي شكل، بس ربنا هو اللي هيحفظكم من عند ربنا سبحان الله وتعالى. والناس اللي دايما بتبين ان هي بريئة ليكم وان هي حابة لكم الخير اسمعوش كلامها ابدا،
ليه؟ علشان اللي بيبين حاجة مش باينة من نفسها ده بيبقى قاصد ان هو يخليكم تلفتوا انتباه، يلفت انتباهكم لعل الفترة اللي جاية يكون في امور جديدة، في باب مسدود، والباب المسدود ده انتوا دقيتوا عليه مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، 6 مرات ومفيش اي فايدة، قدامكم 4 محاولات، ومن خلال ال4 محاولات ده انتوا هتكونوا في طريق جديد او في امور مستجدة، في كمان نشاط، هتعودوا نشاطكم، هتعودوا استقراركم، هيبقى في أمور مستجدة، في فرصة لتحسين الوضع المادي اللي عندكم، ومن ورا الفرصة دي الأمر اللي عندكم بإذن الله هيتحل. ليه؟ علشان انتوا دموعكم مازالت موجودة، أو مازال الوجع اللي في القلب موجود، مهما تحاولوا تخبوا أو تداروا العين مازالت موجودة. وده بسبب إيه؟ بسبب إن انتوا أفعلتوا كتير جدا خير لناس ما تستاهلش. خدتوا ايه؟ انا عايزاكم تقعدوا مع نفسكم شويه وتشوفوا انتوا خدتوا ايه من الناس دي. في حاجه انتوا يعني انتوا دايما بتدوروا على الاستقرار، واستقرار عاطفي، انتوا ممكن ما تكونوش عايزين حد في العاطفه، بس بمعنى اصح عايزين حد يقول لكم مالكم، حد يطبطب عليكم. الفتره دي فيها كميه غدر في العلاقات مش طبيعي عندكم، وده بسبب ايه؟ بسبب ان انتوا أكرمتوا ناس كتير، فالفترة دي فيه هموم، فلازم بإذن الله تقربوا من ربنا وتدعوا ربنا، وما تستنوش أي حاجة من العبد فقط لا غير. ليه؟ علشان طول ما انتوا مستنيين مش هتلاقوا أي حد. حبوا نفسكم، عندكم قعدة جميلة، انتوا هنا مستنيين سفر، مستنيين حد يرد عليكم في فلوس الله أعلم، مستنيين تغيرات تانية خالص عمالين من فترة تحلموا بيها. وكمان انتوا هنا ما بقيتوش تثقوا في حد خالص. ليه؟ علشان ثقتكم في الناس اللي حواليكم وقعتكم في مشاكل، فلازم تخلوا بالكم وتهدوا اعصابكم الفترة دي، وتبعدوا عن اي ضغوط نفسية او سلبية او كلام مؤثر عليكم. عندكم حد من ابراج مائية برج العقرب، دي عندكم ست او حد من برج العقرب، الحد ده مش كويس، لازم فورا تبعدوا عنه، ولازم تحطوا حد بينكم ما بين علاقة برج العقرب. ليه؟ علشان خاطر في امور مش واخدة وعاطية بينكم. عندكم كمان برج الحوت، برج الحوت ده مفيش استقرار، مفيش عدم تفاهم، دايما في ضغوط على كل الاتجاهات. ليه؟ علشان الامور مش اخده وعاطيه. برج السرطان حيره، حيره وتوتر، وفي نفور بينكم، فلازم تهدوا اعصابكم مع الابراج المائيه علشان الامور اللي عندكم ترتاح، او الامور اللي عندكم ما تبقاش يعني شد وجذر. دايما اللوم بيتحط عليكم من الابراج المائيه، في شد على طول، مفيش استقرار ابدا، وده ليه؟ ده لان انتوا بتحاولوا ان انتوا تهدوا اعصابكم دايما. طيب في ناس او في غلطه، ايه هي الغلطه؟ الغلطه دي ان انتوا سامحتوا ناس ما كانش في يوم من الايام تستاهل ان انتوا تسامحوها، وده اللي خلاكم تدفعوا الثمن اللي انتوا فيه حاليا. فدايما اقول ما تسامحوش اي حد على الفاضي وعلى المليان، لازم تسمعوا ولازم تشوفوا اذا كنتوا هتقبلوا السماع، يعني تقبلوا ان انتوا تدوا فرصه ولا لا، علشان دايما انتوا بتدوا فرصه للناس الغلط، وده اكبر غلط بيوقعكم انتوا في مشاكل. انتوا الفتره دي تايهين، وفي عدم استقرار في التفكير، تشتت، انتوا طاقتكم خلصت، بس ربنا هيجبر بخاطركم، جبر يتعجب له اهل السماء والارض. ليه؟ علشان خلاص بدأت تقولوا يا رب احنا ما عدناش عايزين نتعامل مع بشر، احنا مستنيينك ان انت تقف جنبنا وتساعدنا في القرارات الصح. الشريك هيجي لكم ندمان علشان الشريك الدنيا واخداه ومش عارف ان اللي هو بيعمله غلط، حتى لو حصل ايه، يعني حتى لو بعد ومش وزي ما يحصل، بس الشريك في حيرة، الشريك زعلان ومكسور، بس مش عارف يرجع علشان خاطر خانكم او خذلكم. فانتوا الفترة دي في كمية ضغوط، ولازم تفهموا الوضع اللي انتوا فيه ان مفيش حاجة بتدوم، ودايما المركب بتروح وتيجي، بتجيب ناس وبتودي، بتدور بتلف ودور بتلف وتدور المركب، يعني زي ما النهاردة انتوا حزانة وشايلين هم الدنيا، هيجيلكم في يوم من الايام وتلاقوا نفسكم مبسوطين، وهتشوفوا بنفسكم تليفونكم هيرن، او في مكالمة، او في حد هيرجع الله اعلم، بس انتوا زرعتوا كتير، زرعتوا كتير، وما تسمعوش كلام حد، واوعوا تضيعوا اللي انتوا عملتوه
في حياتكم علشان ترضوا حد، لا، حبوا نفسكم. وطول ما انتوا بتحبوا نفسكم، طول ما الامور عندكم هتتحسن، الدخل بتاعكم اللي بالكم مشغول بيه هيبقى فيه تغيرات، هيبقى فيه انتصارات. مهما يكون التعب، مهما يكون التشتت اللي عندكم، دايما افتكروا ان ليكم رب كريم، دايما افتكروا ان ربنا بيحبكم، ان ربنا عايزكم تكونوا دايما متألقين. انتم متميزين جدا، ان انتم بالشجاعة والقوة والطاقة انتم مصدر اصلا للطاقة، فبالتالي لما تكونوا انتم مصدر للطاقة الايجابية للناس اللي حواليكم، دايما بتلاقوا حلول لكل المشاكل بتاعتكم. بس انتم بتغلطوا غلط كتير. الغلط الكتير ايه؟ ان انتم ما بتعرفوش تفرقوا ما بين الخاين وما بين الطيب، وعشان كده دايما حظكم قليل. فلازم تخلوا بالكم الفترة دي، علشان انتوا زي ما قلت لكم من البداية بتعانوا من حسد، والحسد ده في عدم استقرار. طيب ايه الكوابيس اللي انتوا بتشوفوها او عمالة تتردد معاكم ومخلية النوم عندكم مش مستمر؟ دايما النوم فيه ضغوط نفسية، بتصحوا من النوم خايفين، خايفين ان انتوا نمتوا بأي سبب. في هنا كمان بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، في الوان انتوا بتحبوها بتهدوا اعصابكم جدا، الالوان دي انتوا هتنزلوا تشتروا او هتجددوا حاجات في ارض البيت عندكم. ممكن يكون انتوا بتحبوا الالوان الطوبيه، بتحبوا اللون البنفسجي، بتحبوا الالوان اللي انتوا بتحبوها، فانتوا هيكون عندكم تجديد منها الفتره دي. فلازم تخلوا بالكم ان انتوا هيكون في تميز، وهيبقى في خروج من حال لحال. يعني لو انتوا حالكم سيء دلوقتي، قريب جدا هيتحقق الحلم اللي عندكم، مهما يكون يعني طال، مهما يكون بعد عنكم، او مهما يكون اتأخر، بس في يوم من الايام هتشكروا ربنا شكر يتعجب له اهل السماء والارض. انتوا حاليا يعني بمعنى اصح الدنيا مدياكم على ظهركم كتير، وقلباكم او قلبالكم مشاكلكم او قلبالكم حياتكم، بس تأكدوا في يوم من الايام ان مفيش حاجة هتتم، يعني مفيش حاجة هتكمل، مفيش حاجة هتدوم. الفرح اكيد في يوم من الايام هيكون قريب منكم. الوضع اللي انتوا فيه اغلب وضعكم مش عايز يتكلم في التليفون، مش عايز يفتح مواضيع مع حد، انتوا مهووسين جدا بالشريك، حاسين ان الشريك ماشي في دمكم، يعني ماشي في جسمكم. يعني لو الجسم ماشي فيه دم، انتوا حب الشريك ماشي في جسمكم، صح ولا غلط؟ اتحداكم في الحتة دي، الشريك ماشي في دمكم، ماشي كده في جسمكم، بتحبوه جدا، بس الدنيا يعني مش مدياكم اللي انتوا عايزينه. بس الفترة اللي جاية هيكون فيه رضا من عند ربنا. انتوا هنا ايه هي الحاجة اللي مضايقاكم؟ ان انتوا عندكم رؤية الاحداث قبل ما تحصل، رؤية الاشياء قبل ما تحصل، في امور عندكم يعني بتشوفوها كده وبتسألوا نفسكم يا هل ترى ده ايه؟ ايه اللي بيحصل معانا ده؟ او في ايه؟ احنا مش عارفين ايه اللي في ايه؟ او ايه اللي بيحصل؟ او ايه الدنيا؟ في امور عندكم مش عارفين تفسروها. فخلوا بالكم، تخلوا بالكم من ايه بقى؟ من احد الاقارب. احد الاقارب عايز يطلب منكم مساعدة بس خايف. خايف ليه؟ علشان انتوا هتدوه على وشه على طول. بس في حب او في يعني امور اخد وعطى مع حد عندكم، يعني في مكالمة في التليفون هالطول، انتوا اطيب منكم مفيش، وعشان كده ربنا الفترة دي هيحفظكم حفظ تام، وهتكونوا مبسوطين جدا بيه. في كمان مشوار حلو هتروحوه او قعدة حلوة، انتوا عندكم كمية صبر مهولة، صبرتوا وانتظرتوا كتير، او صبرتوا على الشريك كتير، صبرتوا على اللي انتوا فيه كتير، بس حاليا هتجهزوا نفسكم لحاجة جديدة، لسفر او لتغيير او لانتصار، الله اعلم. انتوا معروفين ان انتوا لما بتتعبوا من الناس بتقطعوا علاقتكم وبتبعدوا، ليه؟ عشان بتقولوا الوحش هيفضل طول عمره وحش، الخاين هيفضل طول عمره خاين. بس زي ما قلت ان الفترة دي مهما كانت فيها تشابك زعل، في
حقيقي حقيقي الفترة دي هيبقى فيه رضا، ومهما تخسروا اتأكدوا ان كل خسارة ليكم هي مكسب. اثقوا في حكمة ربنا ليكم، اثقوا ان ربنا دايما عايزكم احسن الحد، بس هي الدنيا اللي جاية عليكم شوية علشان هتديكم وهتعوضكم وهتبشركم. والشخص اللي اخد فلوسكم او اخد مالكم انتوا بتقولوا ان هو مبسوط، ممكن يكون ربنا مبتليه بمرض بس هو متداري ومش عايز يقوله، وهتشوفوا ده بنفسكم. مفيش حد بياكل حق حد وبيكون مرتاح، مفيش حد بيجي على حد او بيظلم حد وبيكون مرتاح. هتشوفوا عذابه في الدنيا او في الاخرة. ارموا همومكم على ربنا وتأكدوا ان ربنا هيجيب لكم حقكم في الوقت المناسب. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبكم، يا رب تكون نالت اعجابكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا وما تضيعوش تعبي ومجهودي، وانتظروا مني توقعات جديدة اول باول. تحياتي لكم.